يعني بس الغنى يا خسارة يا خسارة يا خسارة ما طوعني بالغنوة في قلبي والقلب متعبي أصل الزمن ملبي والريح بتلعبي ده زماني لما رماني 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 ما نصفني وازاي اغني وعيد غني ليه والزماني زماني ما ساعدنيش والفرحة بتواعد 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 ولا بتجيش والليل بيطويني والآه على لساني والحزن يخاويني ولا ليلة ويميني داويني داويني ولا يفني وانت اغني وعيش انت اغني وعيش انت اغني وعيش انت اغني وعيش انت كويسه ان شاء الله يا ايوب زكا عن عفيتك يا عم ايوب زكا دي رجليها ورقبتها تشاوت يا اخي يمكن ربنا يشفيها انا من رايي تتذبح احسن ما تفقس ذبح ليه يا عم ما هي كويسه هودوني الحقوها من دلوقتي يا عم شويه مرهم وربنا يخف عنها هتموت يا سلام اذا كان لها عمر هتعيش وما كانش يعني هيحصل ايه نصيبها كده ورهان يا خراب خراب من مجاميع هي كده المصايب لما تيجي تيجي نوبه واحد طب واحده واحده يا رب ما تهدهاش نوبة واحدة كده خلي حاجة للنوبة الجاية استغفرك يا رب واتوب اليك حكمتك نصيبك يا ايوب يا حزين الحزن يا ناس الولعة دي بفعل فاعل امال يعني لوحدها النار طالعة من السرير
وعدت على الاوضه الجوانيه ومسكت في الجدار. هو ايوب ما عاد حد لا سمح الله. محذوفه والله. يمكن شراره من فوق مطرح خبيز ولا حاجه. الفرن ما ولعتش من 3 ليال. يا خرابنا يا خرابنا ويا خيبتنا البدرية. معلش نصيبك كده يا ايوب. ايوه كده. اقطع دراعي محذوفة. الزريبة هي اللي على الشارع، هي اللي على الشارع زي كل بيوتنا. والنار طالعة من الحتة دي، يعني محذوفة. ايه اللي هيجيب النار للزريبة؟ دي طرفانية وبعيد عن الفرن، ومفيش ولا لمة بتخش هنا. يعني النار جت منين يعني؟ هي؟ اقطع دراعي محذوفة. معنى يعني ما تحصلش الا الليلات. نصيبك كده مكتوب. نصيب اسود. ما طول عمر الدار زي ما هي، ما ولعتش الا الايام دي ليه؟ راجل عمره لا اذى حد ولا زق حيطة حد. داره طول عليه ليه؟ خلاص خلاص، الخراب حل من مجاميعه. وشنبي؟ طب وشنب ابويا؟ بس ما امسكه لاني هنزل على صف اسنانه لما اقلعه كله بالارض بالاكاميه. ايه ايه والله لو في 7 ارض لاحفر عليه وجهي. هيروح فين؟ ايه الكافر المجرم؟ حد يجي على راجل زي شفته اللبن الحليب؟ يخرب بيته يخرب بيتك يا مجرم يا ابن المجرم. هيعمل ايه ايوب دلوقت؟ وكان عمل ايه عشان داره تولع؟ دي مداريات. اهلا وطوله. وشرب ابويا لعلقه في الساق يفضل نازل على طف اسنانه لما يقع الارض يرتبه. المجرم. ياني قوم يا شفتني. اشمعنى يعني الليلة دي بالذات؟ المسألة دي مش هتتصدى على خير أبدا. أيوة دي مش في أيوة بس، لا دي في دار أني قبل دار أيوب في أني. إزاي يبقى فرح ابني زين منصوب ويتكلف الشيء الفلاني ويجي واحد هايف قلب أسود يولع البلد عشان الناس تجري والفرح يتخرب؟ لا المسألة فيها إن لو اللي ولعها عايز كده ان الناس تجري من الفرح يعني، كان راح اي جورن ولع له في شويه قش ولا عفش ناشف. يحرق دار ايوب ليه؟ هو ايوب ماله؟ شرب ابوي بالبلغه لما اصفي صف اسنانه ده بالبلغه. انا بتسيبني في حالي ليه؟ ايه الله ايه يا ايوب؟ تفض ايدي يا اخي. اهدي ما تاخد منه يا ايوب. خد منه يا اخويا ما تغزاش، ما اخوك برضه. خد منه لغايه ما ابعت لك حاجه من الضهر. لا منك ولا منه يا سيدي. شوف حالي يا ابو العمده. عيب نبقى شنبات وعاملين جدعان ولابسين هدوم رجاله ودار واحد مننا تتحرق وسطينا. النهارده على ايوب، بكره على مين؟ لو سكتنا هيجي يوم الكفر كله يولع. اشمعنى يعني عم ايوب؟ عشان غلبان وطيب؟ لا كلنا جنبه، واحنا شويه ولا اغراب. ده راجل الكل والله ما تفوت سلمي ابدا. سيبوني 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 يا عالم اموت في حالي.
مش عايز، مش عايز لا معروف ولا متلوف. كل حاجة وقعت فوق دماغي وانا واقف اتفرج. الدنيا ولعة، الخراب حل من مجاميعه خلاص. لكن ليه، ليه يا رب، ليه يا رب الدار تتحرق والمعزة وكلتين الحب اللي حلتنا؟ ليه ليه ليه؟ عشان خلفت بنت قالت لا؟ عشان مش قابل حد من قتلين القتلة؟ يا رب يا رب خدها قبل مني. يا رب يا رب امسحنا من وش الظلمة الكفرة دول. لسه ايه تاني؟ ايه فاضل؟ عملت راجل وعلمت بنت علشان تتنور، والظلمة وراها وراها مش عتقاها، هتخنقها علشان قالت اني بنت راجل وخسارة في اي نتل من الابدال. عشان عندها حق نولع في بعضنا نتدفن بالحياة يعني، علشان من حقها تختار. الامر لك يا صاحب الامر، الامر لك يا صاحب الامر، الحكم لك. اعيش غريب في داري مطرود في وسط اهلي وناسي علشان قلت الحق لصاحب الحق؟ الدنيا تفرقع في وشي، في عمري، في سنين الشقة كلها. ملعونة دي دنيا. بهية، انتي نمت يا بهية؟ بهية تعرفي انا دلوقتي بقيت احبك جدا. الحمد لله انك كسرت اللعب اطفال الوهم. يمكن يمكن ربنا بعتك علشان تلغي العالم ده كله، عالم الوهم، وابدأ حياة جديدة مع شريف. يمكن بهية تعرفي حامد ده شهم وخليل كمان وابوكي وشريف ده راجل ولد. بهية بهية انت نمت يا بهية؟ البن خلص، الواحد دماغه هتفرقع. يا مبارك الله يبارك فيك. نسيبك كان هنا؟ ايوه. الله، يبقى الكلام اللي وصلنا ده صح؟ كلام ايه؟ بتاع الميراث. ايوه. ما فاتش على الدخله يوم بليله يا عمدة. انا راجل دغري واعرف الاصول. وهي دي اصول يا ابني؟
يا حضرة العمدة، أنا سهران طول الليل ودماغي ورمة، مش مستحمل أي مهبرة. الكلام اللي وصلك أنا متمسك بيه. يا ابني ما تفضحناش قدام الناس، وأنا العمدة برضو عيب. وأنا جوزها وعيب. أيوه، لما يروح المفحور أبوها في داهية يبقى اتكلم عن المرات. يا سلام، وأنا إيش ضمني؟ مال ملهوف كده ليه؟ ليه؟ حقي، ملهوف على حقي، هو مش حقي. ومن فضلك ما تزعقش، أنت العمدي. ده أنا هبب وهبب، ما تزعقش. ما تهبهبش هنا. أنت عليه الأدب. عمدي، احترس في كلامك. كلام أي ولا كلام في المعقول؟ أنا عملت كل حاجة، وفي آخر المتم عايز تدق الحديد في ال 17 فدان بتوع مراس البنت، ولسه ما فاتش على الدخلة يوم بليلة. ومش هتخلف كمان. ليه يا اخوي؟ ليه؟ ايش هتخلف في علم ربنا؟ ايش عرفك؟ يا راسك بلدي. والله راسي عالي العال. امال ايه التخريب ده؟ اسمع اما اقول لك، من غير علو حس وفلتان لسان، يا تمسك اعصابك يا تتفضل من غير ما تروح. كده؟ وهفوت عليك النهارده. يا ابني، يا ابني روق يا ابني، ما تفضحناش قدام الخلق يا ابني. يا ابني عيب، ده انت متعلم واخد دبلوم تجاره قد الدنيا. سيب العبط والهبل دي، احنا يا فلاحين. ده انت مصروف لك مكتب يا ابني وريشه حبر. يا ابني عيب، انت برضه زي ابني خليل اللي شربيه يمشي. اسمع يا عمدي، اللي عندي قلته، ينقل حديد الزمام عن ميراث قبل العصر النهارده، يا تفوت تاخد بنت اخوك بعد نص ساعة. كده؟ كده؟ أقل كمان من نص ساعة. أخدها في إيدي؟ يبقى الخراب حل بالمجاميع. يا حل، وأرجوك ما تزعقش، الناس سامعاني. إيه؟ واللي خاف من الناس يعمل كده؟ طب الناس سامعاه. أنا إيه هيعيبني؟ أنا راجل. هيقولوا العروسة طردت زين يوم الصباحية؟ إيه؟ أنت بتقول إيه؟ طيب والله لا رفع لكم دعوة، ويشرف ابويا انا مشتتكم، ويشرف جدي اليوم ده الاولاني بتاع البلد، لا مشتتكم في كل حتة، لا حافظ على داركم اللي فيه، لا هتطلعوا كده تحت مرت من البلد، لا طفشكم واحد واحد، اني ده اني هطفشكم من جلد الجيلة كلها. يا والله لا كلم به المأمور. ايه تعال يا عمدي، عامل لنا بضحى بها. تعال شوف يا بني ادم، لميت علينا بخان، هتفضح نفسك وتوطي راسك. افضح نفسي؟ انا برضه بتاع الفضائح ولا انتوا بتوع الفضائح؟ احنا برضه شاهدين يا خال. شاهدين يا عالم يا هو، ابنه مش شرط عليا اكتب له ميراث البنت، ولسه الدخله ما فاتش عليها يوم بليله. يبقى مين المفضوح؟ ميراث؟ ميراث ايه يا راجل يا اهبل انت؟ حط الله بيننا وما بينه، انت هتتبلي؟ خد بنت اخوك في ايدك واكفي على الخبر مجور يا عمده. خش خدها احسن من الفضيحه والقرصه. مطيال مطيال يا ضيف اهو من هنا. مطي الله يا اخواننا من هنا، هتتفرجوا على ايه؟ على بلاوي الناس. مطي الله من هنا. عبد الجبار، اني ايه؟ اني العمدة عيب. عمدة؟ سلامات يا عمدة. العمدة لازم يبقى عمدة في بيته الاول عشان يعرف يعمل عمدة على بلد. خد بنت اخوك في ايدك قبل ما طلعها بالعافيه. لا عشت ولا كنت يا شيخ. ما تلزمناش، وابقى تعالى قبل الدغويشه عشان ما حدش يشوفك. والله لا كلم البيت المامور. افهمني، انا مش جاي اكلمك عن الست اللي هتجوزها وما حبتهاش،
ولا عن سوسو اللي حبيتها وما اتجوزتهاش. كلام عنك انت لازم تسمعني لازم. حامد انا عرفت كل حاجة، المسألة بقت تخص حياتك ولازم تنجو بحياتك. ابوس رجليك يا حامد، ما تركبش راسك، انت على حافة الهوية. خدني عبرة يا ما صمت. اتلت تجربة تقيلة ومرة، حطيت صوابعي في الشق، اصبحت هش فاضي ماليش دعوة بحاجة. حامد الحرية ان تحيا الحياة اللي اختارها لك سلطان الحب اللي فرضه الواقع. خسرت كل شيء بالكلام. حامد اهرب بحريتك، انفد بجلدك بصيدك. حريتك انك تحتفظ باختيارك. مستحيل، هو ده الجنون، تصرفك ده هو الجنون، عين الجنون. اسمعني. مش هسمع. اسكت اسكت حامد، روح قول العكس علشان تنجو بنفسك. انا قلت اللي اعرفه خلاص، ما دام اختار مشروع ايه المانع؟ غلط ليه؟ حقي حق اني اعبر افكر اعيز زي اي بني ادم. انا مش خايف الا من ضميري وانتمائي الانساني والاجتماعي. مش هادي كل شيء في اطار للولاء للوطن والانسانيه؟ القيم؟ ألا نقتل الأطفال وهي مجرد أفكار؟ ألا نسمم المستقبل؟ ألا تنتحر الأفكار وهي لسه بداخل العقل؟ إيه الغلط؟ قليل من الخبز وكثير من الحرية، إيه الغلط؟ دي مقاييس الإنسانية والعالم والحضارة. إيه الغلط؟ ده اللي اتعلمته ومفيش غيره، ولو على جثتي. انت راجل وحداني، عشت طول عمرك في البلد محترم ومغلوب. ايوب اعمل لك عزوة، اشتري رجالة، تعال على نفسك وناسب عيلة، الدرف عيلة. لا يمكن، نجوم السماء. يبقى تبيع الفدان والدار وترحل. ليه؟ من غير زهق يا ايوب، من غير زهق. المسألة هتلف تلف وفي الاخر هتيجي على بهية نفسها، وهيعملوها في عز الظهر. تبقى مجزرة. ما انتش قد المجزرة. اذا كانت هي مش راضي يروح راضيه. قالت لا. انت ابوها وانت تعرفها اكتر مني. ارحمها وارحمنا. يعني ادفنها بالحياة. هنعيش احنا الكل، هنعيش احنا الكل يا ايوب. المسألة النوبة دي جت في شوية قش ومعزة وعرق خشب. النوبة الجاية هتيجي على دماغك انت على طول، وان ما شبعوش هيدور الحجر ويخبطنا احنا الكل. دول ديابه، لو ده دم بني ادم ما يسلقوش. بقى يا رب بعد العمر ده كله ابيع الدار وقراطين الارض وهج سواح في البلاد ادور لي على بلد تتويني.
وابتدي منين وأني راجل وحداني فقير غريب من غربة الغربة ومن فقر الفقر؟ يا أيوب الحريقة دي فتح باب بس، أنا مش هبلة، كان لازم تفرد صدرك وتتشاكل. آه يا أيوب أنت مش واخد بالك، اللي ملوش رجالة يشتري رجالة، والإيد لوحدها عمرها ما تسقف. الحق الحق يا أبو أيوب، المعزة بتموت. يقتل يا لهوي يا أجلها كده، طلبت الحلال. يا ريت لي يا ولد، يا ريت لك يا أخ يا بهي، طلعت من زماني بيكي. لو مت هتتيتمي من كل، لا أخ ولا سند. حكمتك يا رب فداك يا أبو أيوب، فداكم. كانت حتفطس أو تبيع لك منها بجنيهين. إذا كان الراجل الضلالي قبل الدخلة مفيش عايز يمضي الأستاذ زين على إنه استلم ميراث العروسة فلوس من أول ثانية عرض. طب إحنا قلنا ربنا قرب البعيد والنفوس هديت، وقلنا يا نصر يقول أول العروسة ما تحط رجليها في بيت عريسها عايز يمضيه على 35,000 جنيه. يا سلام. عملها يا قلبي، يا قلبي قلبي هيفط من ايدي. الوه يا ولد، عملها النجم، عملها المجرم، عملها الليتن. هاني عظم نفسي 60 صرمة تديم بني قدام الناس، عملها الليتن. يا قلبي بصرين بطل بيت العدم يا ولد، بيت العدم. خبز زائد حرية تساوي سلام. خبز زائد مسرح يساوي شعب. وطن زائد عمل زائد حب تساوي تطور. تطور زائد عمل زائد رخاء يساوي حضارة. حضارة تساوي ها طب، ها تاريخ، ها رياضة، ها فن، ها حرية، ها خبز، ها حب، ها تراب. حرية تساوي تساوي استقلال، أمان، حب، خبز، خير. تقوم لقلتي؟ استنى يلا اقف جنب بعض. ايوه، واحد اثنين ثلاثة. خيانة زائد تفكك يساوي هزيمة. انتصار زائد امان زائد خبز يساوي حرية. حب
زائد حصيرة يساوي مكان. مكان زائد طفل أبا زائد مكتبة زائد حب تساوي أبا. تساوي حياة. حياة زائد أمان يساوي سعادة. حصيرة زائد حب تساوي بيت. وهي الحياة النهاردة على الحصيرة؟ لازم تبدأ بحصيرة. يعني مفيش تلاجة ولا استيريو؟ نوفرهم للأطفال. لا تنتظر تلاجة أو أي شيء، بل انتظر الشمس الحارقة المولعة. على كل واحد فينا يا بهية انه ينتزع الثاني بكل ما يملك من صمود. بهية، انا حواجه بيك العالم. انا عارفة ان المعركة شاقة وطويلة، لكن لازم الحصيرة تنتصر وتبقى بساط ريح ونزرع حب ونجني اطفال. اولاد العلم والحضارة والجمال والحب. خربت بيتي يا خراب. اسمع بس، بارت بارت الطربات الطربات يا اخوي. يا حضرة العمدة اسمع بس، انا عايزك. عايز ايه؟ عايز ناسك. قد القول ده يا عيوب؟ أنا مش قد أي حاجة، عشان كده جيت برجلي لحد العزوة الدارة وناسب. وشبت أنت يا عم؟ قال يا عيوب طبعا الكلام ده جد؟ أهدى أبوها يا عمد. بجد الكلام ده معناه يعني معناه اتفاق، والاتفاق يعني فتح. اللي فيه الخير يعمله ربنا يا عمده. انا هسافر له ولا هكلم محمد افندي يومين ولا ثلاثه وينقلها هنا، ولا اقول لك سافر لها انت، ولا هشد تليفون لمحمد افندي. ايه تبقى الحاله تمام. ان ما رقعتك هرمين على صدغك الورمني، ما بعرفش اقوم اكبر عن جد في وسط الكل. قوم يا بصر بيت العدم يا بيت. الشريف ما جاش. يوه المكياج باظ. طب افرضي جه دلوقتي، يا دي كسوف، هتسيبيه وتقعدي تتولتي؟ وانا لحقه، انا طايله الساعه. يا خبر المحلات هتقفل ومش هنلحق نروح نجيب الحاجات. لازم راح يجيب لي باكي ورد، ولا هيجيب لي الشوكولاته اللي بحبها.
ايه اللي اخره؟ ايه اللي اخره بس؟ شريف يخرب بيتك لو ما جيتش. شريف 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 شريف، حق يا شريف هتضحك على عقلي وتاخد فلوسي وتسيبني؟ بتحب فلوسي بس؟ انا مفيش، ده انا خسارة في جتتك. اسيادك ركعوا تحت رجليا وبسوها وانا ما قبلتش. طب غور من قدامي، غور يلا خد هدومك. هتجيب لي ورد؟ النهارده الخميس والعرايس كتير والورد في السوق السودا. شريف تعال يا شريف، شريف تعال يا شريف، تعال بقى. خدي يا اختي خلص عندك اهي. ايش بقى بقى؟ هاي يا حاج. هاي يا حاج. اهلا يا رب. هاي يا حاجه، انتوا معزومين. باي يا حاج. باي يا اخي. الحمد لله على السلامة يا رب. الله يسلمك يا بنتي. الله ايدك مالها يا رب؟ ها؟ لا ابدا، ده البتاع دي الشرشرة. الشرشرة تجرح ايدك اليمين؟ يوه دي المحروقة دي الازازة، اصل سد القناية اتقطع، نزلت حد في بغرز ايدي اجيب جالوس طين الحقه الازازه مزعتها. سلامتك يا ابا. بتوجعك؟ لا 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 ابدا. ازيك يا ام؟ ازيك انت يا قلب امك يا مشعوطة علي؟ مالك يا بهي؟ انا اللي مالي؟ انتوا اللي مالكوا؟ مالك صحيح يا ابا؟ لا ما احنا زي البومب اهو. استاذ خليل نجلي العمده ورئيس حسابات التعاون الزراعي. اهلا. عن اذنكم اقعدي. انت رايحه فين؟ تعالي اقعدي اقعدي. انا مش عارفه مالكم النهارده، انا قلقانه عليكم قوي من ليله امبارح. انت حلمت ايه؟ حلم مزعج قوي. ابدا والله، ده احنا كويسين قوي اهو الحمد لله. لا ما تجيش نشوفك يعني. هتخبي عليا يابا؟ ابدا يا حاجه بهي. ابدا وحياتك، احنا حلوين قوي اهو. امال في ايه؟ احنا بخير طول ما انت مبسوطه يا حبه عين. اصل النضاره دي هامه جدا للحسابات، عشان كده الواحد لازم يشتري لها منديل معتبر عشان ينظفها بيه يعني. هاني لو مش لابس النظارة دي يجيلي صداع من الفلاحين. حاكم مكتب الحسابات زباينه كلهم فلاحين، طوابير زي النمل، وانا اللي ماسك الحسابات دي كلها. الحسابات دي عايزة المحاسب الشاطر، وانا بقى رغم ان انا دبلوم زراعة لكن شاطر قوي. ما تسألش ازاي بقى، دي فراسة بقى وعمودية.
حكم الفلاحين دول تلاقيهم واقفين طوابير كده، وانا بقى متحكم في دول. الاستاذ خليل الله يطول عمره، لولاه كنا فطسنا النهارده في السفر. وانت مش عارف السكه يعني؟ ما هو احنا كنا جايين امبارح اتعطلنا شويه، بقى الاستاذ خليل جابنا في عربيه مخصوص. وايه المناسب؟ جايين نقول لك مبروك. خير؟ اتنقلت البلد. والله جنبيني. ازاي يابا؟ ومين اللي نقلني؟ حضرة العمدة عمل اللي عليه وربينا الباقي. وايه المناسبة؟ اهو كده والسلام بقى. وتبانها ايه الخدمة دي؟ حكيم التوكسافين دي ريحته تصدع وتجيب وجع المفاصل، عشان كده تلاقي النضارة متاعتي مفاصلها سايبة. حلوين. اصل التوكسافين دي الشفطة منه تقدر تودي القبر في عربية مخصوص. عندنا في البلد بياخدوه البنات اللي مش عايزة تتجوز، والعيال الخايبة اللي سقطت في الامتحان. أنا بقى عمري ما دقته. انت اسمك سوسو؟ ايوه. حلو. واني خليل. فندم. خليل مجل العمدة لازم. تشرفنا. الله يشرف مقدارك ويطول لنا في عمرك ويكتب لك الستر وقصر في الجنة يا رب. ارجوك يا استاذ حسن. حسن معلش فوتي كاني في الكلام بقى. الدودة دلوقتي بقت بتبجح في التوكسافين. ايوه اصلها خدت عليه. عندنا في العلم بقى نقول خدت مناعة يعني. وده اللي وجع قلبي بقى مع الفلاحين. الفلاحين جهلة حاطين همهم في التوكسافين وبس. يجوا ساعة الحساب بقى ويتمحكوا. مش دافعين تمن التوكسافين. التوكسافين ما موتش الدودة. الله طب انا مالي؟ هو انا اللي عامله؟ الحسابات دي هم. وإذا الواحد قال يستقيل يقولوا عشان ابن عمدة وعنده ملك. أصلاً عندي ملك. وإذا قال الواحد يرتاح يقولوا بقى بيع الشغل بقى مش همه. طب تعرفي أنا لما أروح المكتب يركبني 600 عفريت. أنا من يوم ما انتهيت في بهية ما بروحش الشغل خالص. قولي ليه؟ قولي لي ليه؟ ما تقولي. يا حجة. حجة مش عايزة تقولي؟ اقول لك انا ليه. يا ترى الكوافير يرضى يجي هنا؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه في الخوته اللي هنا؟ انتوا معزومين يا حاج. باي يا حاج. شوفي بقى، اذا كنت عايز ابوك يعيش لما يموت موتة ربنا وافي. اذا كنت بقى عايز انا نبيع حته الدار ورطين الارض ونفوت اللي ورانا واللي قدامنا وبلاد الله لخلق الله، انت حر. بهي البيت اتحرق والمعزه فطست، لحقناها بالعافيه عشان خاطر امك. عشان خاطر امك اللي دمعتها ما نشفتش. يا بهي ارحم ابوك الراجل ده. الحكايه بقت عندي يا بنتي، بقت عندي وعمرنا بقى في ايدك يا بنتي. يابا حياتي هي الشيء الوحيد اللي مش ممكن ابيعه رخيص. وحياتنا يا بنتي حياتنا. اكيد في حل يابا، مفيش حاجه اسمها عافيه. اهو بالعافيه ومفيش غير العافيه. مش هتجوزه يابا. ايه؟ انا اديت كلمة. قرينا الفاتحة والفرح اتحدد. مش هتجوزه.